الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حبايبي طلاب الصف الرابع الابتدائي، إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض أهم الأسئلة المتوقعة في مادة التربية الدينية على اختبار شهر أكتوبر. لو أول مرة تشوف القناة بتاعتنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. عندنا شباب الاختبار الأول بيقول لك أولا القرآن الكريم، اقرأ قوله تعالى ثم أجب، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين، وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم. ألف ضع خطا تحت الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. واحد، المقصود بالبلد الأمين المدينة المنورة ولا مكة المكرمة ولا القاهرة؟ طبعا يا شباب المقصود بالبلد الأمين هي مكة المكرمة. طيب اتنين، خلق الله تعالى الإنسان في أحسن مكان ولا في أحسن ثواب ولا في أحسن صورة؟ طبعا خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة. تلاتة، حكم اللام في كلمة الإنسان، الإظهار ولا الإضغام ولا الإخفاء؟ طبعا حكم اللام في كلمة الإنسان هي إيه؟ الإظهار. الإنسان هنا إيه يا شباب؟ ظهر هنا زي ما احنا شايفين. طيب عندنا به، بما أقسم الله تعالى في الآيات السابقة. طبعا أقسم الله تعالى بإيه؟ بالتين والزيتون. وايه كمان يا شباب؟ وبجبل الطور في سيناء. وبجبل الطور في سيناء. وايه كمان؟ وبمكة المكرمة اللي هي البلد الأمين. طيب عندنا ثانيا الحديث الشريف، اقرأ ثم أجب. هنا بيقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة والسلام، ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه وأنت؟ فقال نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. هنا بيقول لك اكتب المحذوف من الحديث الشريف، يبقى هنقول له هنا ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. طيب عندنا رقم ب، بيقول لك ما المقصود بكلمة قراريط؟ القراريط اللي هي هنا معناها دنانير أو أو دراهم، اللي هي الدنانير او الدراهم. طبعا دي العملة اللي كانوا بيستخدموها زمان، ولسه طبعا دي الدراهم موجودة لحد دلوقتي. طيب عندنا رقم ج، ما المهنة التي عمل بها جميع الانبياء؟ طبعا هي مهنة راعي الغنم. يبقى راعي الغنم. طيب عندنا ثالثا العقائد، اجب عما يلي. ألف ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، خلق الله تعالى الإنسان بعد أن هيأ له الأرض من نبات وجبال وحيوان. طبعا الإجابة يا شباب الإجابة صحيحة. اتنين، طباع الناس واحدة لأنهم خلقوا من تراب واحد. طبعا خلقنا من تراب طبعا، بس طبعا سيدنا جبريل لما خد خد من جميع طبقات الارض، عشان كده الانسان طبعا طباعهم مختلفه، يبقى خطا. طيب عندنا ثلاثة، بيقول لك الكرام الكاتبون يكتبون افعال الانسان من خير وشر. طبعا الاجابه صحيحه. عندنا رقم ب، بيقول لك هنا بما يميز الانسان الاصوات؟ طبعا بيميزها بالاذن.
طيب يا شباب، نشوف السؤال اللي بعديه. عندنا رابعا السير وإيه هو الشخصيات. بيقول لك اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: واحد، ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في المدينة ولا مكة ولا يثرب؟ طبعا ولد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. اتنين، قام برعاية النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة أمه: عمه أبو طالب ولا جده عبد المطلب ولا حليمة السعدية؟ طبعا كان مين يا شباب؟ كان جده عبد المطلب. ثلاثة، أرسل هود عليه السلام إلى قوم ثمود ولا قريش ولا عاد؟ طبعا أرسل إلى قوم يا شباب، إلى قوم عاد. طيب عندنا رقم ب، بيقول لك دعوا ابني هذا فوالله إن له لشأنا. من قائل هذه العبارة؟ طبعا هو إيه؟ عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا شباب، نشوف الاختبار الثاني. بيقول لك أولا القرآن الكريم: اقرأ قوله تعالى ثم أجب: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طبعا يا شباب سورة التين حفظ. طيب هنا بيقول لك اكتب المحذوف من الآيات. طبعا هنا والتين ويا شباب والزيتون وطول سنين وهذا البلد الأمين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب به بيقول لك اختر المقصود بطول سنين: هو جبل الطور بمكة ولا القدس ولا سيناء؟ طبعا جبل الطور طبعا موجود فين يا شباب؟ في سيناء. طيب جيم ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، أقسم الله تعالى بالتين والزيتون وهما من الثمار التي تنتشر في بيت المقدس. طبعا الإجابة يا شباب؟ الإجابة صحيحة. يعني إيه بتنتشر في فلسطين؟ اتنين، خلق الله تعالى الإنسان في أحسن صورة. طبعا خلق الله الإنسان في أحسن تقويم اللي هي أحسن صورة. عندنا ثانيا الحديث الشريف: اقرأ ثم أجب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل. والسهل ويا شباب؟ طبعا والحدن والخبيث والطيب وبين ايه وبين ذلك. طبعا هنا والسهل وبعد كده نقول ايه والحدن والخبيث والطيب وبين ذلك. طيب عندنا رقم ب، بيقول لك ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. واحد، تتشابه بصمة العين في كل البشر. طبعا يا شباب بتختلف طبعا ايه بصمة العين في كل البشر. طيب عندنا رقم اتنين، لكل انسان شكل خاص يميزه عن غيره من البشر. طبعا لكل انسان شخص ايه غير التاني بيميزه عن ايه عن الاخرين. طيب عندنا رقم ج، بيقول لك بما ميز الله تعالى الإنسان عن سائر المخلوقات. طبعا ميز الله الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل والتفكير. طيب ثالثا العقائد، أجب عما يلي. عندنا ألف، صل من العمود الأول بما يناسبه في العمود الثاني. عندنا واحد، جبريل عليه السلام. اتنين، الكرام الكاتبون. ثلاثة، ميكائيل عليه السلام. هنا مسؤول عن إنزال المطر، مسؤول عن الوحي.
يكتبون أفعال الإنسان من خير وشر. طبعا سيدنا جبريل عليه السلام هو المسؤول عن الوحي. الكرام الكاتبون يكتبون أفعال الإنسان من خير وشر. ميكائيل عليه السلام هو مسؤول عن إنزال المطر. عندنا رقم به بيقولك من أي شيء خلق الله تعالى الملائكة. طبعا خلقهم من نور. طيب يا شباب نشوف السؤال اللي بعديه. عندنا رابعا السير والشخصيات أجب عما يلي. اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. عبد قوم عاد الكواكب ولا الأصنام ولا الشمس؟ طبعا عبد قوم عاد الأصنام. اتنين تصدعت الكعبة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إسر عاصفة قوية ولا زلزال مدمر ولا سيل شديد؟ طبعا إسر سيل شديد. تلاتة أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام قبل البعثة لقب الرسول ولا النذير ولا الأمين؟ طبعا لقب بالصادق الأمين. به لماذا كان أهل مكة يحرصون على تنشئة أبنائهم بالبادية في سن مبكرة؟ طبعا لينشئوا في بيئة صحية. يبقى نقول له لينشئوا في بيئة صحية بعيدا عن أمراض الحضر. أمراض الحضر وليتعلموا الفصاحة والأخلاق. وليتعلموا الفصاحة والأخلاق العربية الأصيلة. وهنا يا شباب نكون انتهينا من حل الاختبار بتاعنا. أتمنى لكم التوفيق والنجاح وانتظرونا في فيديوهات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.